هاد المساهمه المهنيه ولا يتم دائما يعني تجديد حسب الديكلاراسيون ديال كل سنه. وعندي واحد سؤال اخر، واش غادي يتم تمديد هاد التصريحات ولا فتح واحد فتره اخرى استثنائيه ربما يكون فيها التصاريح؟ وكاين واحد المشكل اخر اللي ربما يعني انا هو مشكل كنعتبره مشكل كبير، هو ديال الكريدي. حنا كصناع تقليدي ملي كنبغوا ناخذوا مثلا واحد القرض كيقولوا لينا مصلحه ديال الضرائب ولا بنكا خصكم تجيبوا دير واحد ديكلاراسيون على اساس انك كتوجي فوق 40000 درهم. كنمشيو حنا كصناع تقليديين كنديروا التزام كندفعوا لمصلحه الضرائب على اساس واخا حنا ما كندخلوش ما عندناش هذاك الدخل، ولكن غير من اجل الاستفاده من هذيك من هذا الدين ولا من هذا القرض كنمشيو نديكلاريو على بلاصتنا هذا المبلغ. وهذه وقعت لي انا شخصيا، درت ديكلاراسيون هذه تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال السنوات وما خديتش هذاك القرض، ومشيت عاود من بعد مشيت ريكلاميت وقدمت يعني شكايه ديالي للضريبه على اساس انهم يحيدوا لي هذاك المبلغ اللي كريته ديال 45000 درهم، ولكن للاسف ما تخذتش الشكايه ديالي بعين الاعتبار وبقات يعني مطبقه عليا هذيك الشكايه. وحتى هذا التغطيه المهنيه اللي جاتني كثيره بزاف، ربما الاستثناء جاتني تقريبا واحد 95 إلى 96000 ريال هذه السنه. فصعيب، وحنا تقريبا سنتين حنا متوقفين على الاعمال كنتسنى واحد الكراسيون على رجلي. فصعيب اننا هذا، والله درت شكايه قدمتها للمصلحه ديال الضرائب وما عملناها. فنرجو الاخذ بعين الاعتبار هذا المشكل هذا لان كيعانوا مجموعه من الصناع التقليديين. هناك بعض صائعي او مستغلي سياره الاجر قطاع سبيل انه كانوا كيشتغلوا في شركات قبل من التحاق ديالهم سياره الاجره، انهم كيتوفروا على رقم ديال الضمان الاجتماعي وانهم فريتهم محصلين على مجموعه ديال الايام داخل النظام الاجتماعي، والان قاطعوا وكاين اللي باقي ساري مفعول، يعني انه خاط في الضمان الاجتماعي ومع ذلك انه في سياره الاجره. وكاين ناس اللي هما كان عندهم الضمان الاجتماعي ولكن الان توقفوا، كيف سيتم التعامل مع هذه المساله؟ ثالث سؤال، لان كي كنقولوا هذه المساله خلقت لنا احنا من واجب الامانه المهنيه كي كتعرف سيد العامل انك كتكون ممثل على القطاع، يعني عندك جوج شرائح في المحطه، هناك مستغل وهناك سائق. مستغل الان راه ضمن نظام التغطيه الصحيه الاجتماعيه، هذا ورش ملكي كبير، وحنا بالحقيقه وبلغه المهنيين راه وداع التضامن، حنا كنا كنديروها طبعا سيد العامل، بكل واقع بكل موضوعيه، وهذه هي الامانه المهنيه كتقتضي منا ان نقولوا هذا الشيء. حنا الناس اللي كانوا راه كانوا المتغطيه، حنا بالنسبه للمحطات راه الاخوان كاينين معنا امين معنا ممثلين، راه ملي كنمرض لينا شي واحد راه كنديروها طابله. الحمد لله راه دابا بالنسبه للمستغل وداع، يعني على انه تبان في الامور كيشرحوها الاخوان، غير هو كان بعض السائقين، لانه ليس بالمستغلين، عنده سائقين اللي هما جزء من المنظومه وجزء لا يتجزا من اي محطه. ثاني سياره الاجره في سنه 2020 ما خدمتش، راه من شهر ثلاثه الى يومنا هذا ما خدمتش. واحد السؤال سي رئيس مديريه الضرائب اللي كنشكره بهذه المناسبه، فاتح باب الحوار، كاين تسهيلات، المشاكل اللي تطرقنا لها كيف نحلها علينا هذا كنشكره بهذا. 2020 كنا كنتمناو باش حنا كسياده الاجره نتعفاو، حيت حنا ما خدمناش، الواقع هو هذا سيدي عبد الرحمن، ما خدمناش والله ما خدم، راه باقي الكريديات والديون كامله باقي كتسالى، راه الى سولت رئيس القسم راه كاين سياره الاجره اللي ما كتسالوش كتسالو شهرين 3 شهور ديال الواجب ديال المدنيه ديال المدنيه اللي ما تعفينا منها، من غير التامين ومن غير بزاف الحويجات اللي كنحطو فيهم غير شي بيت. هذا سؤال للسيد المدير، باش خصنا نتعفاو، صراحة ما خدمناش خصنا نتعفاو. والسؤال الثاني للمدير ديال صندوق الضمان الاجتماعي، واحد الوثيقة
اللي كيتكلم عليها هو قلت لك بالنسبه للامراض المزمنه ديال شهاده التحمل، التواصل ما بين المهنيين ديال صندوق الضمان الاجتماعي باش كطلب هذه الوثيقه، راه واحد 60% ولا 50% بالنسبه للزوجات ديال سيارات الاجره ولا الصعيقه ديال سيارات الاجره راه عندهم مرسوعه هذيك الشهاده، كي غادي يدفعها؟ هذا هو الاشكال، جوج اشكالات بالنسبه لشهاده التحمل بالنسبه لصندوق الضمان الاجتماعي وبالنسبه ل 2020 كنتمنوا من السيد الرئيس المدير الضائع باش يحل لنا هذا المشكل والسلام على الطاهر وعليكم. شكرا السيد زهير. نشكر السيد العالي حبيب الاسفي الكاتب العام رؤساء المصالح وفعاليه المجتمع المدني. انا كنحيي فيكم هذه البادره وكنتسنى لو كان هذا الاجتماع كان قبل كان يحيي لنا واحد غموض كبير السعادة العام كان يحيي واحد غموض كبير كيحيي لنا دابا. حنا لا يختلفوا الاثنان على ان هذه المبادره الوطنيه وهذا الوشر الكبير اللي داروا صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله انه غادي يمشي لينا بالبلاد البعيد بكل صراحه. وكما قلتي واحد النقطه قلتي واش 100 درهم غادي تقدنا في التغطيه الصحيه، 100 درهم تقدنا حتى في الترونسبور، لابد حتى الترونسبور ما تقدناش فيه، غير هو كان عندنا واحد الغموض، الغموض ملي جينا دابا بكل صراحه زاد الغموض، لان حنا كنا مبهمين في بعض النقاط على هذه سميتها على هذه المبادره الوطنيه، على هذا الوجه الكبير ديال المبادره الوطنيه. انا عندي واحد التساؤل، بالنسبه للمدير ديال صندوق الضمان الاجتماعي والسيد رئيس مصلحة الضرائب، لو مددوا لينا شويه ديال الوقت بالنسبه للتصريح بالضرائب، لان الناس ما كانوش عارفين هذا الشيء، ملي نخرجوا حنا من هذا الاجتماع غادي نفهموا الناس، غادي نوعوا الناس بان هذا الشيء كيصب في المصلحه ديالهم، وكلشي الناس مع هذه المبادره الملكيه، والسلام عليكم ورحمه الله. هي محمد موحد هذا الورش الكبير الاستراتيجي الذي اعلن عنه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وليده في خطاب العرش كما تعلمون بتاريخ 29 يوليوز 2020 وايضا في افتتاح الدوره البرلمانيه الاولى من السنه التشريعيه الخامسه من الولايه العاشره في 9 اكتوبر 2020 والذي يهدف وكما تعلمون الى ضروره ضمان الحمايه الاجتماعيه لجميع المغاربه وذلك من خلال توسيع مجال التغطيه الصحيه وتعميم التعويضات العائليه وتوسيع قاعده الانخراط في أنظمة التقاعد والتعويض فقدان الشغل. هو في الحقيقة التساؤل ديالي تساؤل غادي نعتبره أنه ربما يوضع على الهامش أو أن نوضعه في الأسئلة التي تعتبر من النشاز في هذا الموضوع. لأنه كما تعلمون توجد محلات لا في القطاع الحرفي ويقدر يتوضح حتى على القطاع التجاري هذا الامر هذا انه توجد بعض المحلات التي تتعدد فيها اشخاص يعتبرون من الوارثه لهذا المحل الذين يمارسون نشاطا مهنيا. بغيت نقول لكم واحد النقطه انا هضرت هي هذه بالدارجه ممكن تزروها قال لي تجي عزيز الاعلام. المهم بغينا نقولوا السيد مدير الضرائب واحد النقطة ما تطرقوش عليه الاخوان هو السيد اللي مستغل أكثر من واحد وبالله عليك سائق سيارة أجرة في النورمال دابا في قطاع سيارة الأجرة كيجي 250 درهم نتحدى الاخوان شو واحد كيفوت هاد العدد كاري لاغريمون ب 4000 درهم عنده التريطة ديال الطوموبيل اللي شاري بالدعم كيخلص فيها 2000 درهم ولا بغيت نزيد لك السيد العامل بان وفى سالف دابا ويكظم رجعوا الطريطات في هذه الجائحه ان بي ثلاثه طريطات اربعه طريطات كما شكاو علي الاخوان فبالله عليك طاكسي واحد عندك اربعه تلميذات كيقراو في التعليم عالي وعندك الدواء وعندك الضو والماء وعندك طريطه ديال الدار فبالله عليك طاكسي واحد على قدك
أما حسن نمو المشروع ديالنا ونديرو كرح حيت أنا بدي باسي في الطاكسي أزيد من 29 سنة وبا 50 سنة رميت الله يرحمه. المهم اللي بغيت نقول لك السيد عام بأن طاكسي واحد راه ما يمكنش يعيش شي واحد، لا دار طاكسي واحد غيدير الطبلة كما قالوا الإخوان غيرجع الطبلة في يدي بيه. أما حسن يدير طاكسي خر ويعيش به باش لأن ما يشري ليه والو إلا دار طاكسي واحد. عندنا 80,000 ديال لاغريمو كاين اللي كاين دابا حاليا ب 80,000 70,000 60,000 لاغريمو ما عطيش لا عاطي واكل كاين اللي مباشره 80,000 70,000 وكاين اللي كاين كم 5,000 درهم. باش توصلوا بجديد صافي ناو ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.